الآن إيطاليا وفرنسا، يعني إذا تحدثنا عن فرنسا، فرنسا الآن تتحالف مع دكتاتور عسكري استبدادي يقوم بمصادرة حقوق الإنسان، مصادرة حرية التعبير، يقوم بارتكاب جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، وكل هذه الأمور تتعارض مع قيم فرنسا الدولة المدنية، الدولة الديمقراطية التي ترعى حقوق الإنسان وتحافظ على حقوق الإنسان، وتتعارض مع العقيدة الفرنسية، وتتعارض مع يعني روح الثورة الفرنسية وروح الدستور الفرنسي. لو أن يعني فرنسا ستتعامل مع دول في هذا الشأن فإنها سوف يعني تصاب بالحرج بجراء وقوفها ضد قيمها وضد معتقداتها. أما التحالف مع أشخاص هو يرفع عنها هذا الحرج. أيضا إيطاليا، إيطاليا الآن تتحالف مع المجلس الرئاسي وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الرئاسي، ولا شك أن المجلس الرئاسي وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الرئاسي تورطوا في عمليات فساد كبيرة جدا جدا، أظهرها تقرير المحاسبة، تقرير ديوان المحاسبة السابق، وهذا الأمر يتناقض أيضا مع القيم ومع الأدبيات وأخلاقيات الدولة الإيطالية التي تقوم على محاربة الفساد وعلى الشفافية وعلى احترام القانون واحترام القضاء ومعاملة المسؤولين كالعموم. لذلك فهذه الدول لكي تحقق مصالحها يعني ولرفع الحرج عنها تقوم بالتحالف مع هؤلاء الأشخاص حتى تضمن نفوذ ومصالح.